الخامسة بالضبط نشرة الأخبار المفصلة، أهلا بكم مباشرة إلى أبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع بيان السياسة العامة للحكومة ومشاريع قوانين تخص تنظيم وعمل غرفتي البرلمان، الصحافة المكتوبة والإلكترونية والوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا عرضان يتعلقان بأمن الطرقات والمنصة الرقمية للمستثمر. رئيس المحكمة الدستورية يعرض التجربة الجزائرية في ترقية وصون حقوق وحريات المواطن من خلال استحداث المحكمة الدستورية أمام المشاركين في أشغال المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية بالقاهرة. استعداداً للدخول الاجتماعي الجديد، إدماج الشباب حاملي الشهادات من أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب شغل دائمة حيوية بولاية شلف. دولياً وقفة احتجاجية وانتقادات واسعة منددة بتوجهات نظام المخزن إزاء المدارس العمومية، ونقابات التعليم العالي تهدد بالتصعيد ومقاطعة الدخول الجامعي. أهلا بكم إلى التفاصيل. يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع بيان السياسة العامة للحكومة ومشاريع قوانين تخص تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا عرضان يتعلقان بأمن الطرقات والمنصة الرقمية للمستثمر. بمقر سفارة بريطانيا بالجزائر وباسم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وقع اليوم رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل على سجل التعازي إثر وفاة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إليزابيث الثانية، مؤكدا تضامن وتعاطف الشعب الجزائري مع العائلة الملكية والشعب البريطاني الصديق في هذا المصاب الجلل. تتواصل لليوم الثاني على التوالي أشغال الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية التي انطلقت أمس بالقاهرة بمشاركة رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج رفقة الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني رئيس المحكمة الدستورية، وخلال مداخلته التي تحمل عنوان الانتقال من نظام المجلس الدستوري إلى نظام المحكمة الدستورية في الجزائر وآثاره على ترقية حقوق الإنسان وحرية المواطن، استعرض التجربة الجزائرية ومختلف المحطات التاريخية للعدالة الدستورية في بلادنا. تفاصيل أوفى في هذه المراسلة لأحمد خير الدين. نقاش واسع وتبادل للآراء ووجهات النظر مدا لجسور التعاون بين المؤسسات الدستورية في دول القارة الإفريقية، ذلك الذي ميز اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حيث شاركت الجزائر بوفد رسمي ترأسه رئيس المحكمة الدستورية، حين تحدث ممثل الجزائر في كلمته عن التجربة الجزائرية في الانتقال من نظام المجلس الدستوري إلى نظام المحكمة الدستورية. بما أننا اليوم بصدد مناقشة مسألة دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الإفريقية، فإنني أسعد بتمثيل المحكمة الدستورية الجزائرية التي حلت محل المجلس الدستوري بموجب التعديل الدستوري الذي عرفته بلادي والذي جاء بمبادرة من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبمشاركة شعبنا الأبي خلال استفتاء الفاتح من نوفمبر سنة 2020. والواقع أن استحداث مؤسسة دستورية تعنى بالرقابة الدستورية لطالما كان في صلب اهتمامات المؤسس الدستوري الجزائري، ولطالما جاء استجابة لمقتضيات الديمقراطية وحماية حقوق وحرية الإنسان والمواطن. رؤية الجزائر في هذا الاجتماع ركزت على ضرورة تعظيم قيم حقوق الإنسان في القارة الإفريقية والوقوف كصف واحد في وجه الاضطرابات السياسية والاقتصادية
التي يموج بها العالم. الانتقال من نظام المجلس الدستوري إلى نظام المحكمة الدستورية بالجزائر هو عنوان المداخلة التي شارك بها رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج في اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا المجالس الدستورية الإفريقية. وداخل هذه القاعة ناقش الحضور ملفات التعاون القضائي كمحور هام تفرضه التحديات المشتركة داخل القارة الإفريقية. من العاصمة المصرية القاهرة، أحمد خير الدين، التلفزيون الجزائري. وعلى هامش اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الإفريقية، استقبل رئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، بينهم رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج. كما كان لرئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج اليوم لقاء خاص مع المستشار بوليس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية، تطرقا فيه إلى العديد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. انطلقت بولاية وهران أشغال الطبعة الأولى لمنتدى تواصل الأجيال بحضور شخصيات سياسية وخبراء استراتيجيين قدموا من 19 دولة عربية. اللقاء المنظم من قبل المرصد الوطني للمجتمع المدني يهدف إلى تباحث الرؤى من أجل إعطاء دور أكبر للمجتمع المدني العربي لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية. يأتي هذا المنتدى دعما للمساعي والجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل ترقية العمل العربي المشترك بهدف تمكين جميع أطياف المجتمعات العربية لتقديم مساهماتها حول سبل معالجة أبرز التحديات الراهنة التي تواجه العالم العربي وفق مقاربة مستحدثة تؤازر الأطر والمؤسسات التقليدية، بما يتيح للمجتمع المدني الفضاء واسعاً للعب أدواره كشريك دائم في تسيير الأزمات ومواجهة التحديات جنباً إلى جنب مع السلطات الرسمية. اليوم ولا يفصلنا عن انعقاد الدورة 31 للقمة العربية سوى أسابيع قليلة، سيتم خلالها مواصلة التنسيق لتأمين كافة أسباب نجاحها بما يستجيب لتطلعات الشعوب العربية ويواكب التطورات الراهنة على الساحة الدولية بما تطرحه من تحديات شتى. إلى التسجيلات الجامعية، حيث تتواصل بجامعة إليزي عملية التسجيلات النهائية لطلبة الجدد في ظل تخصصات تم إدراجها لأول مرة هذا الموسم بما يتماشى ومتطلبات سوق الشغل في المنطقة. الموضوع يتابعه لنا إبراهيم بالخير. تتواصل بالمركز الجامعي لولاية إليزي التسجيلات النهائية. انطباعات الطلبة انصبت في مجملها على السير الحسن للتسجيلات. جينا نسجلوا في المعهد في المركز الجامعي، الحمد لله بدا يكبر. كان فيه تخصص واحد درك راه في 5 تخصصات. هسه التخصصات عينين ان شاء الله ينوب مدان الداسين للسجلين دغرين للسجعين. احنا كجمعيه تابعه للمقاطعه الاداريه الدبداب قمنا بجمع الملفات اللي نشحوا في البكالوريا وجبناها من المركز الجامعي إليزي. الحمد لله لقيناها هنا في الجامعه كلش متوفر. وبهدف التكفل الامثل بالطلبه، تدعم المركز الجامعي باقامه جديده مخصصه للبنات بسعته 500 سرير، اضافه الى تخصصات دراسيه جديده. عدد الطلبة الموجهين للمركز الجامعي بإليزي والبالغ عددهم 366 طالب في 5 تخصصات على مستوى المركز، حيث تم فتح تخصصين جديدين بالنسبة للمركز الجامعي إليزي يتمثل في تخصص لسونس إنجليزية وتخصص كذلك العلوم الاجتماعية. العملية تتواصل في تجهيز الإقامة الجامعية للبنات التي نعتزم فتحها كذلك واستقبالها للطالبات في بداية من هذا الموسم. وباعتبار الولاية إليزي وجهة اقتصادية للكثير من الشركات الوطنية والدولية، يتطلع المركز إلى فتح تخصصات جديدة تتماشى وسوق الشغل بالمنطقة.
واستعدادا للدخول المدرسي وفي إطار تنظيم عمليات بيع الكتب المدرسية، استحدثت نقاط للبيع على مستوى المؤسسات التربوية بولاية الوادي. محمد العيد لبيه وأكثر التفاصيل. آخر أيام العطل الصيفية والعد الأكسي قد بدأ لالتحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة، ونبض الأسر في ولاية الوادي لن يكون إلا على إيقاع ما يرافق الدخول المدرسي من كتب ولوازم مدرسية. وملامح العام الدراسي نلتقطها في المعارض والواجهات ونقاط البيع. أكثر شيء بصراحة أنه يشغل بال أي مواطن جزائري أو أي مواطن سوفي هي الكتب. أدوات المدرسية رانا ديما كاينة جديدة. وكي كنا مارين على هذا دار الثقافة لقينا معرض للكتاب المدرسي، اغتنمت الفرصة من ولاية قسنطينة شريت الكتاب هنا في واد سوف. أنا فرحانة بدخول المدرسي. عندي 4 أولاد يقروا وجيت نشيلهم في الكتب نقتني في الكتب المدرسية. وراه بالنا مشغول كامل لأجل اقتناء الأدوات المدرسية والكتاب المدرسي. حاجة مليحة لهنا باش وفرنا الكتاب باش ما نتعبوش. توفر الكتاب المدرسي والنسخة الثانية من كتابي هو ما يشكل اهتمام أهل القطاع التربوي. هذه النسخة هي تخص التلميذ في القسم وتبقى محفوظة في الخزانة داخل الحجرة الدراسية. هذا فيما يخص تخفيف الثقل المحفظة على التلميذ باش التلميذ يعود عنده نسخة في المؤسسة ونسخة ليه في الدار تاعو. بالنسبة لعملية التوزيع كالحصة الأولى راهي في المؤسسات من شهر جوان تمت الحصة الأولى، والآن رانا نوزعوا في حصة كتابي الحصة الثانية اللي رايحة تكون موجودة في الأقسام. نسخة كتابي تم استلام 455 ألف نسخة. الكتاب يقتنى من المؤسسات التربوية وكذا نقطة البيع الموجودة بحي الأمير عبد القادر وكذا المعرض. لا حديث إذن اليوم في ولاية الوادي إلا عن الدخول المدرسي وما يسعى إليه الأولياء لتحقيق رغبات الأبناء المتمدرسين من أجل التحصيل العلمي لنيل العلا. في قطاع التكوين المهني وتحضيرا لدورة سبتمبر 2022، قافلة إعلامية تحسيسية تجوب ولاية وهران للتعريف بعروض التكوين المهني من أجل تأهيل الشباب لولوج عالم الشغل. صوفيا العقون. ببلدية الكرمة تواصل القافلة التحسيسية خرجاتها الميدانية بوهران للتعريف بمختلف عروض التكوين والتعليم المهنيين. ولده ما نجحش في الليسي سي با كو ما نجحش في حياته، لا يليق يدير هذو لي فورماسيون يتكونوا تكوين مليح، يتكون احسن من الشباب يبقى يدور برا ويبقى قالوا لي اجو سيزي، قالوا لي روح في السيتي جمال ونصحوني كامل بلاصه، وقالوا لي روح تما ان شاء الله يجوا يديروا كما كاين هنا لي ستاج. هنا كاين ثاني سونت هنا في كرمو، كاين لي سونت بزاف هنا في وهران، مادا بهم يروحوا يديروا كستاج اللي يعجبهم هنا. مبادرة سعى من خلالها المنظمون إلى إعلام الشباب بجميع التخصصات المستحدثة هذه السنة ومدى توافقها مع متطلبات سوق العمل. قلنا هنايا إن شاء الله نعطوك لي زانفورماسيون أطول كاع الناس اللي راهم يجوا لهنايا الآباء وكل الأولياء، ورانا نسجلوهم هنا في التسجيل، ورانا ثاني نعطوهم كالي سبيسياليتي اللي في اي سونتر في اي سونتر، ونفهموهم ونوعوهم على كل حال. بمبادره من وزاره التكوين المهني باش نتقربوا للمواطنين خصوصا الشباب اللي ما سعفهمش الحظ في الدراسه، باش نعطيهم فرصه باش يدوا حرفه. فيما يخص التخصصات الجديده المدرجه في الدخول المهني، اذا عندنا 7 تخصصات جديده. الهدف من هذه الحمله هو ربط الاتصال وتوصيل المعلومه والتوضيحات للتخصصات الجديده المدرجه في هذه الدوره الى المجتمع المدني او الساكنات. يشار ان ابواب التكوين والتعليم المهنيين مفتوحه امام الشباب للانخراط في مختلف التخصصات المطروحه. وضمن استراتيجية الدولة الهادفة إلى إدماج الشباب حاملي شهادات في مناصب شغل دائمة تتواصل بولاية شلف عملية الإدماج بتوزيع الشهادات على المستفيدين من الإدماج المهني في عدة قطاعات حيوية. المتابعة لمن العجل. بعد 11 سنة من العمل بعقود ما قبل التشغيل، تم تسوية وضعية هؤلاء الشباب من خلال تنصيبهم بصفة رسمية في مناصب عمل دائمة. أنا عندي مستوى جامعي ليسونس تربية بدنية ورياضية. كنا في عقود ما قبل التشغيل 11 سنة. كنا في معاناة كبيرة. اليوم الحمد لله تم إدماجنا في رتبة مستشار رياضة.
بعد قرابة 10 سنوات من العمل في عقود ما قبل التشغيل، الحمد لله تم إدماجنا رسميا كعون مكتب في قطاع الشباب والرياضة. متحصل على شهادة ليسونس بالحقوق تخصص إدارة عامة. اليوم راني بصفة رسمية ترسمت في مديرية التشغيل. الحمد لله. ما يقارب 233 شابا وشابة من جامعيين ومتخرجين من مراكز التكوين استلموا مقررات الاستفادة من الإدماج المهني في قطاع الشباب والرياضة بالولاية. قطاع الشباب والرياضة على مستوى الولاية منذ بداية العملية يعني اليوم في حصيلة نقدر نقول نهائية، قام بإدماج 633 مستفيد من الجهازين. بقات لنا يعني حوالي واحد العشرة ولا 15 حالة اللي رانا نسعوا باش نسويوها قبل نهاية السنة. عدد المعنيين بعملية الإدماج في ولاية شلف يقدر ب 12,000 معني بالأمر، تم إدماج منهم نهائيا 9248، أي بنسبة إدماج تقدر ب 77.03%. تقريبا كل القطاعات استفادت من عملية الإدماج، على رأسهم قطاع التربية في درجة الأولى، ثم يأتي قطاع الجماعات المحلية يعني البلديات والإدارة المحلية، الشبيبة والرياضة، قطاع الصحة، قطاع البيئة. عملية إدماج الشباب حاملي الشهادات في مناصب عمل دائمة تأتي ضمن التوجه الاقتصادي الجديد الذي تعتمده الدولة لتعزيز الموارد البشرية بطاقات شبانية عاملة. سجل ميناء سكيكدا عبور قرابة 20,000 مسافر عبر 28 رحلة بحرية تربط سكيكدا بميناء مارسيليا الفرنسي. وسط إجراءات جمركية وأمنية لاقت استحسان المسافرين، يقول رضا تبرمسين. المحطة البحرية بسكيكدا والمنتعشة في موسم الاصطياف سجلت 28 رحلة بحرية ربطت سكيكدا بمرسيليا واستفاد منها قرابة 20,000 مسافر. اتخذت مصالحنا العديد من الإجراءات بهدف تسهيل وتخفيف إجراءات رقابة جمركية على المسافرين والمركبات القادمين إلى ميناء سكيكدا والمغادرين منه، والشيء الحقيقة اللي نلمسوه باتصالنا مع المواطنين اللي استحسنوا كثيرا طريقة الاستقبال وطريقة التعامل الجمركيين. إجراءات الجمركة والتسجيل تابعاً للتسهيلات المقدمة سمح بعبور أزيد من 5,000 مركبة. سخرت مفتشية مفتش الأقسام الجمارك بسكيكدا كل الوسائل البشرية والمادية واللوجستيكية لإنجاح هذه العملية. من بين هذه الإجراءات تخفيض مدة المعالجة الجمركية باستعمال حوالي 5 مراقب لفحص المسافرين حتى لا تتجاوز المدة القصوى حوالي 5 دقائق بالنسبة للسيارة. وكحصيلة أولية إلى غاية 4 سبتمبر عالجنا 13 باخرة قدوما ورجوعا بحصيلة حوالي 18,168 مسافر وأكثر من 5,986 مركبة. ارتياح لدى الجالية المغادرة التراب الوطني بعد عطلتهم الصيفية. تسهيلات اللي ما كاش كسوى لا بوليس ولا للدوان. مستوى الخدمات في الباخرة يا دي شونجمون تغيير. الإقامة لا ريسبسيون مليحة سا باس تري بيان. حاجة راه معاونونا حاجة مليحة يعطيهم الصحة تهلاو فينا والله بالبيخلة. اليوم كل شيء نسهل اليوم إن شاء الله. اللهم بارك. فريمون أغريابلومون سوربريز ليكيب ما إلي سوبر بيان ريان أدير. حركية ترافقها أريحية هي ميزة ميناء سكيكدا الذي يستعد لتوديع أبناء الجالية في انتظار الموسم المقبل. بحضور ممثلي 12 ولاية من غرب الوطن، احتضنت ولاية تيارة الملتقى الجهوي لاتحاد الفلاحين الجزائريين. الملتقى الذي نظمه اتحاد الفلاحين الجزائريين أكد خلاله المشاركون على أهمية التحضير الجيد لعملية الحرث والبذر بهدف إنجاح الموسم الفلاحي. تحضيراً لأحياء اليوم الوطني للإمام، انطلقت فعاليات أسبوع الإمامة رسالة ووفاء بدار القرآن أحمد سحنون المنظم من قبل مديرية الشؤون الدينية لولاية الجزائر. البرنامج يتضمن نشاطات وأمسية قرآنية، حيث تم بالمناسبة افتتاح المكتبة الوقفية للشيخ أحمد سحنون وتكريم عدد من الأئمة والمقرئين.
أخبار دولية وأخرى لأخبار العالم هذا المساء بعد الفاصل مباشرة. في الملف الصحراوي، حلت أمس بالعاصمة الفرنسية باريس المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان المناضلة سلطان خيا ضيفة شرف على احتفالات عيد الإنسانية. المناسبة شكلت فرصة للناشطة الصحراوية لتقديم عروض عن نضال الجماهير الصحراوية والمقاومة السلمية في الصحراء الغربية، إضافة إلى تقديم تجربتها الشخصية وما واجهته من قمع وترهيب وحصار بوليسي مخزني رفقة عائلتها. تغطية لأمل بالهوشات والقراءة لخليدة حاج جلالي. أيقونة المقاومة الصحراوية والمدافعة عن حقوق الإنسان سلطانة خيا ضيفة شرف احتفالات عيد الإنسانية المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس. المناسبة كانت أيضا لنقل ما تعرضت إليه المناضلة الصحراوية من قمع وتعذيب على غرار معاناة شعب بأكمله إلى البرلمان الفرنسي، أين تجاوب البرلماني جو ماري لوكوك مع السلطانة خيا وأملها في أن تصل الرسالة إلى باقي أعضاء البرلمان الفرنسي. بالفعل زيارتي للبرلمان الفرنسي كانت يعني توضع الصورة كشهادة حية للانتهاكات اللي تعرضت لها الشعب الصحراوي من 75 إلى يومنا هذا، واللي يقول كلمة الحق. إحنا اللي ندوروا على الحق، لا ندخل الشق الثاني، هو حق ومعاناة هذا الشعب نتكلم عنها. ينعطالها يعني عنها فرصة اللي هي تقرر فيها مصيرها وحريتها. ولعل الهدف من مثل هذه الزيارات وهذا التواجد هو تحسيس الرأي الفرنسي بالطبع، هو طرق أبواب المؤسسات الفرنسية ومن برلمان الجمعية الوطنية الفرنسية وهي كانت مستقبلها من اليوم هناك، يعني الاتصال بالأحزاب، بالطيف السياسي، بالحكومة، بكل الأوساط، يعني للتحسيس ولكن للفت انتباههم على مسؤولياتهم الجسيمة اتجاه الشعب الصحراوي واتجاه نزاع الصحراء الغربية، خاصة أن فرنسا لها دور في هذا النزاع وفي استمراره وفي وجوده، وعليه فهناك قناعة أنه مثل هذه الزيارات الهدف منها هو يعني ليس فقط التنديد ولكن طلب أن تنتهج فرنسا موقف أكثر إيجابية، أكثر حياد فيما يخص موضوع الصحراء الغربية. فورم الجمعيات الباريسية التي تدافع عن حقوق الإنسان من جهته استغل فرصة وجود أيقونة النضال الصحراوي بباريس لتحسيس شباب الجالية الصحراوية بالمهجر بأهمية القضية الصحراوية ونضال الشعب الصحراوي. لقينا واحد الإنسانة جد طيبة وجد صامدة من أجل شعبها الشعب الصحراوي، لذلك نحتاج مثل هذه الرموز التي تشكل لنا حافزا لكي نصمد ونقاوم القمع المغربي. كانت تمثل الشعب الصحراوي طريقة اللي تعطي العز ومجد لشهدائنا ودماء شهدائنا الأبرار. يعني هذا الشباب هو يعني هو اللي يحمل الرسالة، هو اللي نتمناه أنه يحمل المشعل ويوصل الرسالة. ونشكر يعني المجتمع المدني الفرنسي اللي يعني اليوم أتيا على هذا اليوم المعرض اللي هو لجميع الجمعيات اللي رابطة الجمعيات في فرنسا، يعني على هذه الفرصة اللي أعطاونا يعني يتكلموا بها عن هاي المعاناة يعني الشعب الصحراوي. للمناضلة الصحراوية سلطانة خيا مواعيد ولقاءات صحفية أخرى تتمة لمسارها وكفاحها بالأراضي الصحراوية، والجالية الصحراوية بالعاصمة الباريسية من جهتها تواصل الدعم والمساندة لسلطانة خيا منذ أن وطئت أقدامها الأراضي الفرنسية.
هذا وشاركت الجالية الصحراوية بفرنسا اليوم في أشغال المنتدى السنوي للجمعية بالعاصمة باريس، إلى جانب أزيد من 250 منظمة ناشطة في مجال حقوق الإنسان والتضامن الدولي والثقافة. مشاركة الجالية الصحراوية جاءت لتؤكد التزامها بمواصلة النضال للتعريف بالقضية الصحراوية العادلة والكفاح الذي يخوضه الشعب الصحراوي من أجل انتزاع حقه في الحرية والاستقلال. بالمغرب، وقفة احتجاجية وانتقادات واسعة منددة بتوجهات نظام المخزن إزاء المدارس العمومية ونقابات التعليم العالي تهدد بالتصعيد ومقاطعة الدخول الجامعي، فيما تتعمق مأساة مليلية لتتكشف أسرار جديدة يمارسها المخزن ضد المهاجرين. حفيظ عبد الصدوق. المغرب على صفيح ساخن قبل الدخول الاجتماعي، بعد أن تعالت أصوات الاحتجاجات شعبيا ونقابيا وحزبيا ضد الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي وصلت إليه المغرب في ظل إجراءات حكومية وصفت بالكارثية. ودقت عدة نقابات وأحزاب مغربية ناقوس الخطر عن الحالة المتدهورة التي آلت إليها المدرسة المغربية بسبب المسار الخاطئ الذي انتهجه نظام المخزن، الذي أدى إلى تخريب المدرسة العمومية وتوجيه ما أسمته النقابات والأحزاب بأسلحة الدمار الشامل للمنظومة التربوية في المغرب، خاصة في المناطق الفقيرة، وكذا خطط النظام لدفع ذوي الدخل المحدود والمغربي البسيط إلى اللجوء مرغما إلى المدارس الخاصة التي من شأنها حسبهم زيادة تفقير المواطن وتهميش أبنائه. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، هددت عدة نقابات التعليم في المغرب وتنسيقيات تعليمية إلى مقاطعة الموسم الدراسي والجامعي والدخول الاجتماعي المقبل، فضلا عن استئناف موجة الإضرابات والوقفات الاحتجاجية تزامنا مع تواصل محاكمة عشرات الأساتذة بتهم الاحتجاج. ومن التعليم إلى الوضع الاجتماعي الذي يهدد بالانفجار في أي وقت، حذرت عدة أحزاب مغربية أن السلم الاجتماعي بات مهددا بسبب انعدام القدرة الشرائية للمواطنين بعد الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية والمحروقات، تماشيا مع ارتفاع معدل البطالة واستفحال الفقر، مما زاد من اتساع الهوة الطبقية بين أطياف المجتمع المغربي في ظل غياب العدالة الاجتماعية. والجانب الإنساني ليس بأحسن حال، بعد أن كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تطورات جديدة في المأساة الإنسانية للمهاجرين الأفارقة الذين حاولوا دخول جيب مليلية الإسباني جوان الماضي، مؤكدة ارتفاع عدد المفقودين إلى 70 مفقودا من المهاجرين الأفارقة على عكس ما أعلنته سلطات المخزن. وأدنت الجمعية الحقوقية نظام المخزن بعدم التجاوب ورفض معالجة ملف هذه المأساة ومحاولة طمس الحقيقة، مؤكدة حيازتها على معطيات جديدة تفيد بضلوع نظام المخزن في ارتكاب جرائم في حق هؤلاء المهاجرين. بفلسطين المحتلة، استشهد اليوم شاب فلسطيني بمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، فيما أدانت الخارجية الفلسطينية ممارسات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. التقرير في هذه التفاصيل للناصرة بدر. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني تصعيدها ضد الشعب الفلسطيني من خلال حملات المداهمة واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية على نطاق واسع وإطلاق الرصاص الحي على الشبان الفلسطينيين، مما خلف استشهاد شاب فلسطيني فجر اليوم متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، فيما بلغ عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الاحتلال الصهيوني خلال شهر أوت المنصرم إلى أزيد من 600 فلسطيني، أغلبهم من القدس المحتلة حسب مؤسسات الأسرى والمعتقلين. وضع مقلق، مما دفع بالخارجية الفلسطينية إلى مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوضع حد لممارسات الاحتلال الصهيوني والإجرامي بحق الشعب الفلسطيني وإجباره على وقف سياسة الاستيطان، استيطان ما فتك يتوسع يوميا في الأراضي الفلسطينية.
الفلسطينية، حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة فوق أراضي بلدة قصر جنوب نابلس. وأمام التطورات الخطيرة والسريعة، دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الشعب الفلسطيني إلى حماية المسجد الأقصى من مخططات الاحتلال والجماعات الاستيطانية والاقتحامات اليومية في محاولات السيطرة على الأقصى بشكل تدريجي وبمراحل متلاحقة، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة. إلى مستجدات الوضع بأوكرانيا، وفي الوقت الذي تتواصل فيه العملية العسكرية الدفاعية الروسية شرق أوكرانيا، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن استمرار كييف في المماطلة سيعقد إمكانية التوصل إلى اتفاق مع موسكو. ووسط استمرار التحذيرات الدولية من المخاطر المحدقة بمحطة زابوروجيا، أكبر محطة نووية بأوروبا، دعا الرئيس الروسي نظيره الفرنسي إلى الضغط على كييف لوقف قصفها لهذا الموقع الحساس. في تطورات الملف النووي الإيراني، عبرت طهران عن بالغ استيائها بعد إصدار مجموعة ترويكا الأوروبية بيانا تشكك من خلاله في جدية طهران في التوصل إلى نتيجة إيجابية خلال مفاوضاتها مع الغرب لإحياء الاتفاق النووي، معتبرة أن البيان الموقع من قبل ألمانيا، بريطانيا وفرنسا غير بناء، محذرة مما اعتبرته طرفا ثالثا يسعى إلى إفشال المفاوضات، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. عودة إلى أخبار الوطن. وفي الرياضة، ولحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، تواجه وبعد قليل شبيبة القبائل فريق كازامانس السنغالي بملعب لات ديور بمدينة فياس، وهذا ابتداء من الساعة 6:00 مساء، حظ موفق لممثل الجزائر في هذه الخرجة الإفريقية. فنيا، ومن ولاية خنشلة التي تحتضن فعاليات المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية الشاوية في طبعته العاشرة، المهرجان الذي عرف مشاركة مواهب شابة يسعى لإبراز الإرث الفني لمنطقة الأوراس. حنان حداد. العيطة الشاوية تهز رقح مسرح دار الثقافة علي سويحي بولاية خنشلة، أين استمتع الجمهور الحاضر وتفاعل مع الأجواء. الافتتاح نسيلا الحمد لله إلا الإقبال يذن قلنا نسيند وشرفنا نغام جمال صابرية ما يلا أم البواقي. كنا متعطشين يعني للموسيقى وال كان شيء جميل جدا. عجبني الحال بزاف. الطبعة العاشرة للمهرجان عرفت مشاركة واسعة للفنانين وكذا المواهب الشابة. اليوم تم إعادة إحياء المهرجان المحلي لأغنية الشاوية، وهذا الشيء راح يساهم بدون شك إلى تنشيط الفعل الثقافي. معطينا فرصة للشباب لإظهار القدرات والولوج إلى عالم الأغنية الشاوية من بابها الواسع. كذلك سننشط خلال الأربع أيام القادمة العديد من السهرات ينشطها قرابة 30 فنان. تخلل فعاليات الافتتاح تكريم قامات من الغناء الشاوي العصري والفولكلوري. يعني المبادرة التي تحلى لباس نشيت بنايد نكمل دي قبري ضايع، لأنه هذه الثقافة تاعنا، ثقافة النغ، إيدلس النغ، تسوفيغة النغ، التاريخ تاعنا. كاين براعم جايين المستقبل، نتمنى يكونوا في المستوى، لأنه يحوسوا حتى هما يديروا البحث، باسكو حنا في اللغة الفرنسية تاعنا غني بالثقافات. عندنا لي ستيل دو ميوزيك كل روك، ريغي، ريتم اند بلوز، ساول، بيب هوب، تيري بوك، سوينغ، جاز، عندنا كلش. كان المهرجان فضاء لتفجير المواهب والطاقات الإبداعية، وذلك تحضيرا للمشاركة في المهرجان الوطني للأغنية الأمازيغية شهر نوفمبر القادم بولاية تمرست.
ختاما نرحل بكم إلى قصر ورقل العتيق، أحد أبرز المعالم الحضارية، وهو يعرف اليوم عملية ترميم من أجل إعادة بعث الحركة التجارية والسياحية بالمنطقة. التفاصيل مع خالد بن قرينة. قصر ورقل العتيق أو ما يعرف بالقصبة يعتبر واحدا من أجمل القصور الصحراوية المصنفة ضمن المعالم الوطنية والتاريخية، وكقطاع محفوظ شيد قبل 600 سنة، وهو بمثابة تحفة تراثية تعكس إبداعات العمارة الصحراوية العريقة. يضم 7 أبواب تتوزع على 3 أحياء قديمة لا زالت قائمة إلى اليوم. ما دام تصنف في 2011 كمعلم وطني ومعلم تاريخي، يعني مسؤولين كامل سما كامل ولاية ورقلة وكامل الوطن مسؤولين بلا هذا المعلم. متواجدين في احد شوارع القصر العتيق او المدينة القديمة اللي تتمثل كقطاع محفوظ وكتراث وطني، ومن اجل الحفاظ على هذا الارث التاريخي وبهدف بعث الحركة التجارية والسياحية بالقصر العتيق، قامت السلطات المحلية بورقلة بدراسة مشروع تهيئة شاملة للأماكن العمومية وسط القصبة وما يحيط بالقصر العتيق من ساحة الشهداء وسوق الخضر والفواكه وغيرها. كل المصالح التقنية بما فيها القطاعات المشتركة في هذا الجانب للوقوف على الساحات العامة أولا، وضعية المرافق العمومية، ثم بعد ذلك اتخاذ بعض القرارات فيما يخص إعادة الشبكات وكذلك التهيئة العامة للساحات العامة، وكذلك بالنسبة لعملية الترميم إن شاء الله اللي راح تنطلق فيما يخص إعادة الاعتبار لكثير من السكنات هنا. الهدف من هذه التهيئة وإعادة التهيئة وكلش، يعني أولا باش نزيدوا الحركة التجارية والحركة الاقتصادية، نزيدوا نعطوها الدفع في مدينة ورقلة. كذلك هو معلم تاريخي ومعلم سياحي ومعلم للسياحة الدينية. مشاريع من شأنها المحافظة على هذا المعلم التاريخي ذو القيمة التراثية الشاهد على العمق الثقافي الذي يميز جزءا هاما من تاريخ وأصالة المنطقة، وواحدا من أجمل القصور الصحراوية التي بناها الإنسان القديم، وصورة حية من إبداعات العمارة الصحراوية. بآخر خبر نأتي إلى ختام نشرتنا، كانت هذه عناوينها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد طبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع بيان السياسة العامة للحكومة ومشاريع قوانين تخص تنظيم وعمل غرفتي البرلمان، الصحافة المكتوبة والإلكترونية والوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا عرضان يتعلقان بأمن الطرقات والمنصة الرقمية للمستثمر. رئيس المحكمة الدستورية يعرض التجربة الجزائرية في ترقية وصون حقوق وحرية المواطن من خلال استحداث المحكمة الدستورية أمام المشاركين في أشغال المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية بالقاهرة. تابعنا في نشرتنا، واستعدادا لدخول الاجتماعي الجديد، إدماج شباب حاملي الشهادات من أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب شغل دائمة في قطاعات حيوية بولاية شلف. دوليا، وقفة احتجاجية وانتقادات واسعة منددة بتوجهات نظام المخزن إزاء مدارس العمومية، ونقابات التعليم العالي تهدد بالتصعيد ومقاطعة الدخول الجامعي. دائما في الختام نشكر لكم كرم المتابعة والوفاء. أطيب المنى.